إذا شغلت له القرآن فاستمع إليه عبر شريط مسجل أو عبر تلاوته بصوت حسن جميل، ثم قرأت له كلاما عاديا، فرق وقال هذا الكلام الأول ترتاح له نفسي ويرد له قلبي وربما تسبل له دمعتي، وذلك كما قال الله تعالى وجاهدوا به جهادا كبيرا. وقال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني اقرأ عليهم القرآن، سمعهم القرآن، اجعلهم يقرؤونه ويعلمونه. هذا القرآن أيها المسلمون ينبغي أن يكون رفيقا لنا في خلوتنا، أنيسا لنا في سفراتنا، أن يكون هذا القرآن له حظ من تلاوتنا دائما، ألا يكون أيها الناس حالنا مع القرآن فقط في أيام رمضان، يختم القرآن أحدنا في رمضان ختمة أو ختمتين ثم يدعه جائما ولا يقرأ إلا كل جمعة وربما حتى يوم الجمعة ما يقرأ. وكثير من الناس اليوم انشغل عن قراءة القرآن وأصبح في وقت فراغه يجلس أمام الإنترنت، يجلس أمام صفحات التواصل الاجتماعي سواء عبر جهاز المحمول معه أو غير ذلك، ثم تذهب أوقاته كلها في مثل ذلك، إما في مشاهدة التلفاز أو متابعة المقاطع من خلال الإنترنت أو قراءة الصفحات والمراسلة وغير ذلك من الوسائل، ويغفل عن أن يكون له كل يوم قراءة ولو 10 دقائق من القرآن. لذلك قال الله جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يقرؤونه ولا يتلونه مع سهولة الوصول إليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أكثرهم أصلا لا يعرف قراءة الكتاب، لم تكن منتشرة عندهم، وكان أيضا الذي عنده القرآن إذا قيل له أحضر مصحفك ما يحضر مصحفا هكذا ويقول هذا هو المصحف، لا، وإنما كان إذا أراد أن يحضر إليهم المصحف أقبل إليهم بصندوق كبير هذا مصحفي، وإذا المصحف مكتوب بعضه على عظام وبعضه على ألواح من الخشب، وهذه السورة مكتوبة على خردة قماش، وهذه السورة مكتوبة على جلد، وهذه السورة لم يكن متيسرا كما هو اليوم في المصاحف. اليوم الأمر أسهل من ذلك، القرآن معك حتى في جهازك الذي معك، والله لو قرأت وأنت يعني راكب في سيارة في أجرة أو في وسيلة نقل توصلت كل ما ركبت شغلته وأخذت تتلو منه ربما تختم القرآن كل أسبوع، وذلك لأن الأوقات التي تذهب يمينا ويسارا تستطيع أن تستثمرها في قراءتك، والقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. يأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة إذا كنتم من يقرأ القرآن، إذا جاء العذاب وفرق الناس وخافوا وفزعوا، تأتي البقرة وآل عمران وتقول يا ربي أنا أدافع عن هذا الرجل، أنا أدافع عنه وإن كان عاصيا وإن كان مقصرا، أنا أدافع عنه يا ربي، أنا أحاج عنه لأنه كان يكرهني في الدنيا، أنا اليوم أدافع عن أفعى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الذي يقرأ القرآن يوم القيامة يقال له عند الجنة اقرأ وارتقي، يعني في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والقرآن أيضا يكون أنيسا لك في قبرك إذا كنت ممن يتلوه دائما. فالله الله أيها المسلم، الله الله بعدم الغفلة عن تلاوته، عدم الغفلة عن معرفة معانيه. بعض الناس اليوم يحفظ قوله والله أحد الله الصمد من سنوات، ولو تسأله ما معنى الله الصمد ما يدري، بينما ربما لو تسأل عن كلمة إنجليزية ولا يفهمها ضاق صدره وأحرج، كيف ما أعرف معنى هذه الكلمة؟ وهو يقرأ والله الصمد ولا يدري ما معناها. والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووصلن به جمعا، كأنه يقرأ كلاما أعجميا لا يفهم معناه. ينبغي أن يخجل الإنسان من ذلك أيها الناس، وأن يصبح إذا قرأ القرآن أن يستعين بما يتيسر من وسائل ليفهم، يفهم رسائل الله تعالى إليه، توجيهات رب العالمين إليه يفهمها ويتقنها حتى
لله على إحسانك، شكر له على توفيقه وامتنانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه من صار على نهجه واقتفى أثره وسلم سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، من أعظم ما يجب لنا للقرآن أن نكون ممن يعلمه للآخرين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاحرص على أن تعلم القرآن للآخرين، يعني إذا جلست مع شخص ربما لا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة جيدة، أو ربما لا يفهم العربية، اسأله قل له هل تحفظ سورة الفاتحة؟ فيقول لك نعم، قل له اقرأ عليه، فربما قرأها عليك مكسرة، فحاول أن صححها له، لأنه سيقرأها في صلاته طوال عمره، ويكتب الله تعالى لك في الدرج، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيء. تعلمت أحد سورة الفاتحة لك مثل أجره كلما قرأها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولك بكل حرف حسن. حفظوا قصر السور، حفظ زملائك، حفظ أصدقائك، إذا جلست معهم فهل تحفظ إلا عقلك الكبر؟ يقول لك لا، يقول يلا أنا أحفظك إياها الآن، فتبدأ تقرأ وهو يردد وراءك، حتى لو كتبها بالأحرف التي يفهمها، إما بلغة إنجليزية أو ماليزية أو غير ذلك من اللغات، فيبدأ يقرأ مثل ذلك وهو يحفظها بسببك أنت، وأنت بإذن الله تعالى يكتب الله تعالى لك مثل أجر. ولذلك كان خيار الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يعلمون الناس القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يشفع لهم القرآن يوم القيامة. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، والحشر مع الأتقياء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يرضاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، تجاوز عن سيئاتك، واجمعنا في مجلتك يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال اخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال اخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم اني اسالك ان تحفظ ماليزيا من كل شر، اللهم احفظ ماليزيا من شر الاشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.